ايه البرامج الاقتصادية للمرأة اللي انتوا شغالين عليها اللي هي بتضمن ان السيدات ذوي الاحتياجات الخاصة هتلاقي مكانها في المجتمع؟ الحقيقة في مشاريع احنا دايما عامة في اي مشروع بنشتغل عليه دايما بنبقى بنضمن ان يكون في يعني نسبة مخصوصة للسيدات، واكشلي هو 70% من فريق حلم اللي هو منه من الاشخاص ذوي الاعاقة كمان يعني سيدات. سيدات فالحتة دي احنا عندنا مهمة جدا، ده غير بقى البرامج نفسها لتنمية المرأة. احنا بنشتغل مع اليو ان ويمن وبنشتغل مع المجلس القومي للمرأة وغيرها من المؤسسات الكتيرة على مشاريع مختلفة كمان متخصصة لتنمية مهارات المرأة، وبنشترك مع كمان يعني سواء كانت يعني برامج معينة لتنمية مهاراتهم في مجالات كمان. يعني طبعا نفسي كل المجالات تبقى مفتوحة ليهم، بس أكيد دلوقتي احنا بنحاول نبقى يعني بنصمم المشاريع اللي احنا بنشتغل عليها عشان تكون ملائمة لفعلا طابع الاقتصاد بتاعنا. ايه الحاجات اللي هم ممكن يعملوها لو هي مثلا في قرية او هي في محافظة تانية؟ حلو، مشاريع زي ايه مثلا؟ يعني ازاي بندربهم ان هم اولا يعرفوا يعني ايه شغل، ثانيا بقى بنبتدي على مهارات سواء كانت للحلي او للحاجات الفنية او ان هم يعملوا حرف او الحاجات دي كلها. يعني يمكن كانت بداية حلم اصلا بالمشاريع دي، وبنعمل كمان مشاريع للسيدات والرجاله ازاي كمان الشباب يقدروا يتعلموا بقى هم يبتدوا يصمموا ويعني مشاريعهم الخاصه. يعني مش ضروري ان انت تشتغل معناها ان انت تشتغل في مجالات معينه في شركه مالتي ناشنال او في شركه كده، لا احنا بنحاول نفتح مداركهم. انت ممكن تبقى رياضي فبندعم الرياضيين سواء كانت رجاله او ستات في هايل. مجالات مختلفه. في يعني مشروع من يعني من اكتر المشاريع اللي انا بحبها، انا شخصيا رحت وقت الكورونا وعشت في دهب فتره وما زلت بروح هناك كتير. فدهب مدينه صغيره واشتغلنا على ان احنا مع محافظه البحر الاحمر زي شرم الشيخ ان احنا نخليها مهنة عليها. فبقى دلوقتي الاشخاص بيروحوا مثلا يعني مع يعني برنامج عملناه هناك مع نوماد دايفرز ان هم يدربوا الاشخاص المكفوفين واللي عندهم شلل نصفي وشلل رباعي يكونوا غطاسين. فمثلا دي كانت اول واحده كفيفه اشتغلنا معاها تبقى شخص غطاس. يعني اكشلي رضوى حسن من اشهر المذيعات الكفيفات واخدت اول واحده تكون سيرتيفايد او يعني فعلا بقت عندها شهاده انها بتنزل تغطس في الميه. طب ازاي بقى؟ اشرحي لي بقى الحته دي. دي حاجة صراحة أنا يعني من الناس اللي اشتغلت معاهم أحمد البنا، وهو من الناس اللي علمت نفسها وأخدت شهادة ازاي تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وابتكر أساليب مختلفة إن هو ازاي يخترع لغة إشارة معاها ازاي يكلمها تحت المية. فبقت هي تحت لازم تتعلم تفضي الماسك تملاه تشيل التانك تحطه، هي عرفت تعمل كل ده. وعندنا تحت كمان فيديوهات المية. تحت المية وفوق المية واخترعوا. ما ده بقى اللي انا بتكلم فيه على الانوفيشن او فكرة ان احنا نبتكر. هو ده مش موجود في الكتب، بس انا لما دلوقتي اجي واشوف قدرتها، على فكرة كل شخص عنده قدرة مختلفة. طب يعني عندنا نماذج رهيبة زي يعني محمد صبحي ومحمود يوسف مثلا، ابطال تنس ويل تشير تنس، ده غير شغلهم اللي هم بيشتغلوه كمان. ودي حاجة من الحاجات اللي احنا كمان لقيناها ان الرياضة بتفرق جدا في نفسيه وثقه النفس للاشخاص ذوي الاعاقه. بتفرق مع الناس كلها طبعا. بالظبط، لان هي يعني اي حد رياضي عندنا في سواء كان في السفراء بتوع حلم او الخارجين من البرامج المختلفه، من اكتر الحاجات الحلوه ان هي بتدعم نفسيتهم جدا. ده غير ان هم بيوروا الناس قد ايه قدرتهم يعني اكتر من اي حد. يعني انا مش عايزه اتكلم على حد وانسى حد، بس فعلا يعني سواء كان محمود يوسف او عمرو السوهاجي او محمد صبحي سواء في التنس في البارالمبيكس في السباحه او ان هم يعني الغطس تحت الميه وشخص كفيف، يعني حاجات الناس مش هتصدق. يعني اصلا الناس ما عندهاش ديسابيليتي بتبقى دايما خايفه من حاجات زي كده، وبتلاقي بقى ازاي التفوق بتاعهم فيها. ففكره فتح الفرص للاشخاص ذوي الاعاقه في جميع المجالات وحتى الحرف اليدويه او فكره الفنون حتى في الافلام. يعني انا من اكتر الحاجات دلوقتي كمان مبسوطه بيها جدا ان ابتدى كمان في المينستريم ميديا او فكره الافلام في المسلسلات والحاجات الكبيره بقى في تواجد اكتر وبقى في اهتمام اكتر، ودي من الحاجات المهمه جدا. تعالوا لنا واحنا هنساعدكم ان انتوا تعرفوا ازاي تخلوا في اتاحه، ونفس الكلام للاشخاص ذوي الاعاقه.
يعني ابتدي خد مكانك. انا عارفه الموضوع محبط جدا ساعات، وبيحس ان هو طب يعني انا انه مالوش لازمه بالظبط، بس بالعكس بقى بص على النماذج اللي موجوده، احنا بنتعب جدا وفي مؤسسات كتير جدا الدوله نفسها حطاها برايورتي بصراحه هي في من كل حاجه، اولوياتها فعلا. يعني من الاولويات. مين كان يتصور ان في 2018 يكون يعني يطلع سياده الرئيس ويقول ان دي اولويه الدوله؟ فده انجاز نجاح كبير ضخم جدا جدا. طبعا، ونجاح كبير طبعا طبعا. فانا بالنسبه لي لا، احنا انا الصراحه حاسه ان احنا قدامنا مشوار طويل، ولكن احنا وصلنا لنقطة يعني حلوة، نقطه حلوه جدا فيه. هايل هايل. أمينة أنا بشكرك جدا جدا، مش بس على مجهودك على أرض الواقع، لا كمان على مجهودك في نشر الوعي لكل الناس اللي محتاجين إن الناس تفكر فيهم وتهتم بيهم زيهم زي أي بني آدم، عشان نحسن مستوى معيشتهم، عشان هما من حقهم إن هما يعيشوا حياة كريمة زيهم زي أي حد. بجد بشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهاردة وعلى كل اللي أنت بتعمليه. ثانك يو، شكرا على الاستضافة الجميلة. بشكرك جدا، شكرا.